انت فين؟ سب وردحي واهانه عروسه لعريسها في ليله دخلتها. بقولك اسكت ما تتكلمش معايا. والعريس للعروسه بالراحه، طيب انا جاي اهو. خلاص انا جاي. انا بقالي 3 ساعات قاعده بالميك اب، انت فين؟ ما تقوليش اهدي، بلهدي بلا زفت، انا بجد ندمانه على الجوازه دي. انتشر فيديو لعروسة بتينفع عرسها في ليلة الدخلة، ومش هتصدقوا ايه اللي حصل. اتصلت العروسة بعرسها وهي عند الميك اب ارتست واهنته بشكل سيء جدا. امال لما يجمعهم بيت واحد هتعمل فيه ايه؟ وللأسف رد فعل العريس كان غريب جدا، وما صدرش منه اي رد فعل غير انه يقول لها اهدي انا جاي اهو. بس اللي قالته العروسة لعريسها كانت اهانة كبيرة جدا وواضحة، واي حد مكان العريس المفروض كان يقول لها انت طالق. العروسه كانت في حاله مثيره وغريبه، واللي طالع عليها انت فين؟ اسكت اسكت، دي جوازه هباب وما تتكلمش معايا، انا خلاص مش هتجوزك. هي كانت جوازه خرا اصلا من الاول، انا زهقت منك، انا بجد بجد ندمانه على الجوازه الخرا دي. حاولت الميك اب ارتست انها تديها، وقالت لها ما ينفعش كده يا عروسه اهدي، ولكن العروسه كانت شايطه خالص ومش طايقه حد، وقالت لها مش معلش ومش هسكت، الجوازه دي انا هلغيها خلاص. ادي عروسه ما ينفعش كده، ادي عروسه ما ينفعش كده. لا مش اهدي، لا هو بيدخل عليا ليه اصلا؟ معلش يا عروسه. لا لا مش معلش. وفي الوقت ده العريس لا حول له ولا قوه، ومش قادر غير ان يقول لها انا جاي اهو انا جاي اهو. لكن العروسه ردت بعنف اكتر وقالت انت بتزعقلي، انت ليك عين تزعقلي، انت ما تزعقليش خالص، انت تخرس خالص. انت تخرس خالص، انت كمان بتزعقلي، انت ليك عين تزعقلي، انت كمان بتزعقلي، انت ليك عين تزعقلي. انا مش عايزاه، انا خلاص الفرح ده خلاص، مش هتجوزك. مقطع الفيديو انتشر بشكل كبير وتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي قال دي عروسة وعاوزة تعمل ترند، واللي قال حتى لو الفيديو مقلب وفيك، ازاي راجل يقبل انه يتهان على سبيل الهزار بالشكل ده؟ انت فين؟ انا مخلصه بيكم من الساعه 3، الساعه دلوقتي 6، انت فين؟ بالراحه. هي كانت جوازه خرا اصلا من الاول. خلاص انا جاي. انا مش فاهمه، انا بقالي 3 ساعات قاعده بالميك اب، انت فين؟ جاي. انا زهقت منك، انا بجد بجد ندمانه على الجوازه الخرا دي. بقولك اسكت بقولك اسكت بقولك اسكت، ما تتكلمش معايا، انا مش عايزاه. انت كمان بتزعلي، انت ليك عين تزعلي، انت تخلص خالص، انت تخلص خالص. ردود افعال كتيره ومثيره، ومنهم اللي قالت دي قليلة الأدب لما هي بتعمل كده في أول يوم في الفرح، أمال لما يجمعهم بيت مع بعض هتعمل فيك إيه أكتر من كده، واللي قالت العروسة دي تربية مواشي. شاركونا رأيكم في رد فعل العروسة على غياب عريسها، وإزاي العريس قابل إنه يتهان بالشكل ده. شاركونا الرأي في الكومنتات.